20 سبتمبر 2024، مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس تاج متابعونا وين ما كنتوا في تونس الكبرى من خلال لي فريكونس نتاعنا 106.9، وتابعونا ايضا من خلال قناتنا على يوتيوب سونغون، وايضا في الصفحه الرسميه في الفيسبوك سونغون. ايضا تشاهدونا بالصوت والصوره. عدد المواضيع في الحصه نتاعنا اليوم باش نحكيو على الترجي، على النادي الافريقي، كذلك على التحكيم، وايضا المنتخب التونسي وملاعبيتنا المحترفين في الخارج. باش نحكيو في هذا الكل مع ضيوفنا وابناء الدار. موجود معايا على يميني رضا براوي. مرحبا سي رضا. مرحبا اخويا اسلام، ومرحبا بجميع مستمعين اذاعه ميسك. شنو الامور؟ يا ربي رضاك والحمد لله. الحمد لله. ايضا يحضر معنا اليوم مروان تاج. اهلا مروان. اهلا بك اسلام، مرحبا بالاخوين مستمعين راديو مسك والمشاهدين. شنو الامور؟ الحمد لله لاباس. مختار دبوس اهلا وسهلا. اهلا بك اسلام، مرحبا بجميع مستمعين مشاهدين راديو مسك. بربي اسلام، ماذا بينا سي رضا البوراوي يعاملنا انا ومروان كي ولادو؟ علاش بيهم؟ حاد شويه في تصرفاته معنا، لا عارف على خاطرنا ماناش فرد جماعية نحن وياه، ما نعرفش ملي دخلنا هو يتشحر علينا، ما فهمناش كان فما إمكانية اللي جاوبنا توا. تفضل سيدي، إذا عندك حق رد. شنو اللي قال؟ قال لك عاملنا كي ولادك. هما ولادي بالضبط. أما عمري ما جبت، تحب أنت تحب تعمل بوز في العال هكا على هواء، أنا لا نجبد كورة لا نجبد حتى شيء خويا. ما يخون لا يهمني الكلوب لا يهمني أنا كيف فوزي بالزبطي ما يهمني حتى. صح المريول سي سيدي إذا. يعطيك الصحة. هايل. مروان من اللي دخلته يقول لي محلاه مريولك، محلاه مريولك، محلاه مريولك. عمل بيه 10 تصاور راهو يا سلام المريول هذا راه. عاد انت الملك نتاع التصاور. لا ها قلت له، انا قلت لهم عاد صوروني، صوروا سيري ذا، ما فهمتش انا حتى عاد تصاور غير من ما حبنيش. قال لك عاد تصاور يا اخي، ياخذوا من عند اوامرك انت، انت قاعد في اوامر انت نهار كامل شدد لي جول. مدير مسك هنا. عجبكش زاد. بعد شويه ايضا يلتحق بينا الاستاذ كمال بن خليل. احكي لنا ايش قلت لنا على سي كمال. احكي لنا على سي كمال. سي كمال ماشى اول مره وماشى اخر مره استاذ. بقى ممكن قاعد تولاه مازال في المحكمه قاعد يرافع في قضايا وربي يعينه، اما عاد كل مره هكا وخي يجينا مخر. هو قال يوم بوتياج لا لا في اخدع على روحه وربي يعينه. ربي يعينه. باهي باش نبداو الحصه نتاعنا، باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. خبر باش نسوقوه بصفه حصريه حسب مصادرنا من الترجي الرياضي التونسي، الفريق توصل لاتفاق مع المدرب ميغيل كاردوزو لتجديد عقده مع الفريق اللي كان يوفى في جوان 2025، أصبح عقده جديد يوفى في جوان 2026. نعطيكم حتى التفاصيل المالية، بعض التفاصيل المالية للعقد الجديد لميغيل كاردوزو. كان تقريبا ياخذ 22 ألف يورو شهريا، زيادة كانت تقريبا أصبحت بون اللي كان ياخذه فاريابل حسب النتائج وحسب الأهداف اللي مسطرها مع الهيئة. كان بين 22 وبين 25 ألف يورو بطبيعة شهريا، الزيادة أصبحت في حدود 30 ألف يورو، يعني تقريبا 100 مليون ولا أكثر شوية شهريا للمدرب كاردوزو بعد النتائج اللي حققها مع الفريق في الموسم الماضي. وكيف كيف بعد البداية الطيبة حاليا إذا نجم نقوله، والمؤشرات الطيبة اللي قاعدين نشوفوا فيها في الفريق. خلينا ناخذ رأيك سي رضا، هل في محل التجديد هذا للميغيل كاردوزو، وإلا نجم نقوله تسرعت شوية، مازال بكري الحكم عليه كاردوزو في الموسم هذا خاصة؟ لا قيت لانه تو تقريب كاردوزو تقريب باش يعمل عام، وانا عندي مبدا وعضو بالله من كلمتانا، لا نحكم على النتائج، واذا تحب تحكم على النتائج السنه هذه مازالت بدايه موسم، ما نحكموش على النتائج، نحكموا على عمل المدرب. يا اسلام يا اسلام يا ساده مستمعين، يرحم والديكم يا مسؤولين في النوادي، راهو يلزمنا نقيموا مدرب على العمل متاعو. النتائج مرتبطة برجلين وعقلية لاعبين في الملعب والمدرب، لكن أنا نحكم وقت اللي أنا كإدارة في الترجي الرياضي حاجة مهمة برشا بور لا كونتينيتي. ولينا احنا توا ديبيوت سيزون خويا سلام، ثلاثة ولا أربعة مدربين منحين، على شنو منحين؟ باهي أنا شنو نشوف؟ نشوف ما برئاسة السيد حمدي المدة بار إكزومبل ماهيش لعبة باش تجدد المدرب وباش تزيدوا في الصدارة، بمعنى فما قناعة تامة بهذا المدرب. ما هوش على النتائج، شنو النتائج اللي عملهم كردوس؟ لعبنا فينال كوب دافريك ديسبيرونس، مستانس تلعب فينال. باش تحكي لي على النتائج نتاع السنة نتاع 4 بواحد و8 بشيء وشنو؟ لا، الإدارة نتاع الترجي تقيم المدرب حسب العمل اللي قاعد يقوم به خلال التمارين، والنتائج مرتبطة بلاعبين زادة مش مدرب وحده. إذا أنا نقول برافو إذا الإدارة تقيم تقييم وصحيح، نتمنى النجاح.
للاختيارات نتاع الترجي الرياضي ونتمنى النجاح زاد لكاردوزو. مروان خلينا ناخذ رايك انت وناخذ رايك في المبلغ المالي 30000 يورو تقريبا، مش مبلغ كبير مدرب في حجم الترجي الرياضي التونسي. اكيد اسلام اليوم ممكن برافو للهيئه نتاع الترجي، خاطر اليوم كي تحب ولا تكره انترينور اترونجي ياخذ في 30000 يورو يتسمى باهي في تونس. باش نقيم كمدرب يظلي المفاهمة ما كانتش على زوز مقابلات هذوما اللي عداهم كاردوز، يظلي المفاهمة كانت كيما نقولوا بعد الشامبيون فينال تشامبيونز ليغ كاردوز وممكن باش يزيدوه عام اخر، خاطر تحب ولا تكره بارابور ليفيكتيف اللي حكيت عليه عم ناول اليوم معناتها اللي حكيت عليه عم ناول، ممكن كاردوزو نجح مع الفريق هذايا مشي على حسب ليفيكتيف وكي توصل بيه فينال يظلي حاجة كبيرة بالنسبة للتراجي. علاش ليه اليوم ايفيكتيف معناتها وفرته ملاعبية وقادر اليوم كاردوزو ينجم مثلا يعمل حاجه مخير من عام ناول، يتبقى ممكن فما ملاعبيه في الترجي تخلص اكثر من لونترونور، هذا اللي حاجه مش باهي. خاطر علاش كونترونور ديما قدروا اكثر من الملاعبيه. فما حاجه اخرى خويا اسلام سامحني زاده، ناخذوا على شخصيه المدرب والملاعبيه في العهد الاحتراف تعرف تقيم المدرب. ملاعب توا يعرفش معناتها الخدمه اللي قاعد يخدم فيها المدرب اثناء التمارين. اذا فما قناعه نتاع لاعبين لو تجديد عقد وزيدوا في السالير راهو سي با دوني ا تو الموند. لا بد تكون فما كيفاش يقولوها تقييم صحيح، مش ماهيش لعبه باش تعاود المدرب. والى حد الان ديسبيرونس مع كوردوزو خليني نقولها ما هزت شيء، شنو اللي هزت ديسبيرونس زايد؟ صحيح عندها مدة ما زدتش كوب دافريك وهذا الهدف نتاعها، لكن ديما نقول لك خويا اسلام ولابد العقلية نتاعنا، انا حسب وجهة نظري المتواضعة مانيش قاعد نأثر انا حتى حد، انا فلسفتي نحكم على مدرب اثناء العمل نتاعه وليس اثناء مباراة. ينجم المدرب يخدم تعرف اندري ناجي الله يرحمه كان في الكلوب افريكان ونتذكرها الكلمة اللي قالها، قال له ديمون سي مون جور دو كونجي. في رايك معناها يستحق معناها تجديد انا ما نجمش، انا مانيش ممبر في الكوميسيون ديكي. متفاهمين حمدي اخويا رايك انت كمتابع. اكيد اذا الترجي الرياضي ورئاسه حمدي المدب بجدت هذا المدرب وتعطيه زياده معناتها تشجعوا بتزيدوا في الصدار سيرتين مو فما معناتها فما كونفيونس في المدرب. لا ممكن على نظريتي كما قلت لك بارابور ليفيكتيف معناتها عم ناول وصل فينال معناتها ما هزهاش الشامبيونز ليغ ورشح الترجي الكوب دو موند وهز بطوله معناتها على حسب الامكانيات اللي فيكتيف اللي موجوده عام ناول. مليون ممكن فما حاجه اللي كونه العام هذايا اليوم موفر له الملعبيه، اليوم عندها ملعبيه الترجي قادر باش يهز الشامبيونز ليغ، ممكن في الكونترا فما اذا صورت ما نجحش الشامبيونز ليغ ما هزهاش ممكن كاردوزو ما تقاوش عام الجاي. نجم تكون فيها هذه الحكايه في الكونترا. ما في باليش فما حاجه ممكن باش تعمل، خاطر اليوم وفرت لك كم لعبيه عام ناول صحيح ما زيتهاش. اليوم الترجي مطالبه اليوم ماهيش باش تهز فينال معناتها ماهيش باش توصل فينال، ممكن لوبجيكتيف تهز الشامبيونز ليغ مي ممكن في الكونترا موجود معناتها مع اللي فيك عقد أهداف باهداف اليوم تنجم على مثلا باش تلعب تشارك على اربع تيتروات على قليله يهز لهم دو تيتر. انا سلام فقط باش نعطيك رحب بالاستاذ كمال بن خليل مرحبا مرحبا بك. نحكي على تجديد عقد كاردوزو مع ترجي في تونس. تفضل. انا والله فرحت نخسيل مروان ما رقدش امبارح، اشكر اول مره ملي بديت مع مروان انا بدي استغربت شويه اشكر هيئه الترجي، ومن بعد في الاخر استنيت حكايه راني قال كيفاش لونترونير ياخذ اقل من معناها انشيلوتي ياخذ اكثر من مبابي توا في ريال مدريد، كل واحد اسمه انت تقصد في البلايلي كالعاده ترجع وتكون البلايلي ياخذ في 230 كيفاش لونترون كيفاش من جبت المبدا انت لونترون لازم ياخذ اكثر. اي فما لونترونات تتعامل يا خويا مثلا يقول لك انا جوار ما يخش اكثر مني، مي هو معناتها اليوم خاطر كاردوز ما عندوش خيار اخر، ممكن عز معناتها يرضى باللي هو موجود خاطر اليوم يتحب ولا تكره يراني في الترجي. تو اسلام مثلا تبقى راهو ديما الجوار ديما يكون اقل من لونترونور. لازم نقول لك حاجه، انا مثلا تو ما عنديش المعلومه الثابته يمكن الاستاذ كمالي، كي نقارنوا مثلا السالير نتاع كاردوس والسالير نتاع بيتوني ما عادش اسك بعض على بعضهم من 30000 ما عادش انا بيتوني شيخ ونتصور ياخو اكثر هذه حاجه. حاجه ثانيه اذا كان الترجي مقتنعه بعمل كاردوزو علاش عام بركه
وعلاش ما تعطيش الاستمراريه 3-4 سنين وتعطيه مرحله علاش عام برك؟ وفي العالم الكل معناها اللاعب ياخذ اكثر من مدرب، معناها يا اخي تتصور انت كريستيانو مدرب النصر ياخذ اكثر منه، ولا ميسي مدرب انتر ميامي ياخذ اكثر منه، في العالم الكل موجود، ولا مبابي تتصور انشيلوتي ياخذ اكثر منه؟ مستحيل معناها هذا كليشي قديم، معناتها ما عادش معناها مدرب لازم يكون ياخذ اكثر من لاعب. خلينا ناخذ رايك انت استاذ، وكنت تخدم في الكلوب في الهيئه، ليه عادي معناتها؟ لانه بالعكس كي تشوف انت مش نعملوا احصائيه تلقى معناتها انه في اغلب الحالات الملاعبيه ثم ملاعبيه يخلصوا اكثر من المدرب، يعني معناتها وضع عادي. بون الاسامي الكبيره بالطبيعه، الاسامي الكبيره فترجي مش الكل يخلصوا اكثر من المدرب ديجا، معناتها سيتيون اكسبسيون موجوده ولا الظاهره يحكيوا عليها، خاطر اكسبسيون اللي هو غوارديولا. غوارديولا ما يقبلش معناتها ويقول انا جو سوي لو برومي لا بريمير فيديت، وانا فما انترنيرات مي اي اي معناتها هو ديجا باش تفهم اللي هو استثناء. هو دي بروين اكثر واحد يخلص في السيتي، منعرفش اكثر غوارديولا اكثر منه، غوارديولا اكثر منه. هو غوارديولا قالها مره، قال انا ما نقبلش انه ثم لاعب يخلص اكثر مني. لكن كمال هنا في تونس لو تحب ولا تكره الانترنير يخلص اكثر من الجوار، ما ينجموش شويه سمسير وجوارات اللي يجيبهم وكذا تلقى روحه خالص. هو الفيكو نتاع كاردوزو قبل ما يجي للترجي ومسيرته، اعتقد انه الترجي تعرف تقيم الهيئه نتاعها، تعرف تقيم 30,000 يورو معناتها مبلغ محترم زاد بالنسبه لل زاد كاردوزو ماهوش معناتها اسم كبير في عالم التدريب. مدرب نون ترى مدرب سالتا فيجو معناها شوف في رقم محترم جدا، اوكي ما نجحش برشا معاهم صحيح، لكن في السي في نتاعو عنده نونت مش شويه معناها ما نجحش. ونونت اللي هي فريق كبير في فرنسا معناها، لا ما عادش يا حصل اي معناتها اسم كبير معناها، اي وقت يدربها ماهيش فريق كبير، وقت يدربها دابور مش في الناسيونال وزيد ماهيش فريق كبير ما عادش. انا نرى انه المبلغ معناتها شوف ما دام وصل قبل المبلغ هذا يعرف اللي اداره الترجي قيمته ووفق الفالور نتاعو، وما نصورش معناتها هو قابل مبلغ بالسيف عليه، دونك اعتقد انه وفي النهايه هو امر معناتها حتى كحديته متر سامحني اخي، هو في السي في معناتها شنو الفرق اللي دربهم معناتها ما يبقاش خير من الترجي ولا صحيح؟ هذا ايش كنت نحكي له؟ بس اذا حبيت تقول حاجه حبيت انا نقول انه من اكبر اغلاط، وهذا رايي المتواضع نعاود نرجع، وانه غوارديولا ما يقبلش ملاعب ياخذ اكثر منه. يا ولدي لانتينار يعيش بالجوارات، يا ولدي اخي انشيلوتي ونجاحه في ريال مدريد كمدرب، شوف لا تاكل إيه يعني فما شكون عندهم الان الاعلام تاعهم بالضخم كيما مورينو كيف يا سلام. انا كي راني ريال مدريد نهز بها الكوب دافريك الكوب دوروب عندي هكا تاك هذيك، ما يخسيني جوار كيف لانتينار يا خويا راهو مش معناتها ملاعب يقول هو اللي بيجيب لك تيتروات، كيفاش ما نقبلش انا ملاعب ياخذ اكثر مني؟ وعليه؟ وشنو المشكله؟ وين البروبليم؟ وين البروبليم؟ انا جو مو دوموند. اصل مروان هو قال الموضوع. ليه سليم؟ ما فما اسمعني انا معاك انا معاك ليه نعرف انت نجاحك هو قالها غوارديولا قال لك ما نجمش انا راني شمعيه صغير اكثر مني باش تجي تعرف اكثر منه. ربي دقيقه انت كاونترنور تعطي السي في نتاعك ورانيت وهزيت الكوب شامبيونز ليغ وهزيت شنو؟ شوف الكارير نتاعك انت كونترنر شكون من اللاعبين اللي كانوا معاك؟ بدي نحكي لك اللي عنده رونالدو اللي عنده مبابي واللي عنده درجنو، تقول لي انا علاش يخلص اكثر مني؟ انا غوارديولا كان ياخذ اكثر من ميسي في برشلونه. ايوه اي بونك لا 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 وقتها لا وقتها في بداياته لا لا نحكي لك هو في السيتي مشكله العلاه مشكله لا انا راهو جيف علاه سامحني انت كي تحكي على اللاعبين انت في السيتي انا نقول لك لغوارديولا ردها جمعيه من اليوم لاعبين صحيح فما كاليتي مي لازاد حسب الوقفه نتاع الانترونور والتكتيك ودرا شنو في السيتي ما عندهاش ملاعبيه بهينه ممكن كراسها غوارديولا بهينه اي نحكي لك الكاليتي نجم نعطيك كاليتي نتاع ملاعبيه ما تنجمش توفرهم في التيران ما تنجمش تعمل بهم حتى شيء انا نعرف بيان سور زاد حتى لونترنور عنده قيمة هو اللي نجحني حتى لونترنور عنده قيمة ما نقلتوش زاد سيري ذا يعطيك برشا ملاعبية ما قلتلكش ليه لكن ريال مدريد نهار لحد نهار لحد جوار ريال مدريد وصلت بيكام وبزيدان وباللي تحب انت وما هزت حتى شيء يتفاعل معنا استاذ على الكلمه اللي قلتها صديقنا عمر الدريدي يبعث لي ميساج يقول لي دي بروين يخلص اكثر من غوارديولا يقول لي 2.02 مليون اورو بروت شهريا وغوارديولا ياخذ 1.94 مليون يورو شهريا. مشكور صديق لكن انا مثالش نسمي اي تفضل انا تسميت انا في ميسيون كالبيين الوثائقيه
قاعد نتفرج غوارديولا قدامي شدني معناتها انترفيو مع غوارديولا قاعد على كرسي اونتر اوتر حكى جبد الموضوع هذا قال انا راني جو سوي لا بروميير فيديت وما يخلصوش اكثر مني معناتها انا سمعتها منه هو اي تصير تطورات اكيد بعد صارت من بعد تطورات اما انا سمعتها منه هو معناتها ما قلتهاش من راسي بكشي بكشي اسلام يحكي حتى ببليسيتي واحد غوارديولا ما نصورش كان عنده في لا هو راه ثم ملاعبيه ترانا اخزر هو غوارديولا راه سيت اون اكسبسيون معناتها ما ثماش منه برشا في انا الاعلى نتاعو معناتها مغرور برشا بلغتنا بلغه الشارع غوارديولا مغرور فهمت والغرور نتاعو هذا ربما خلاه قال ديكلاراسيون ذيك فهمت وحتى في التيران تشوفوا معناتها تو غوارديولا مثلا ما يحشمش من ملاعب كبير برشا انه يحطوا اليكار ولا بلغه الشارع سامحوني في الكلمه يهنتلو في التيران اذا كان يشوف روحه ستار يشوف روحه هو ستار ولا فما نوع من غيره انا اسمي غوارديولا جيب لي بابي فيدت كبيره دونك اسمي انا باش يدوب شويه فما انانيه لهنا بالعكس لونترنور يزمو يفرح وقت اللي يلقى اون تري غروند فيدت كيفاه لا ديفيرونس لو جور دي ماتش سي با لونترنور كي جو نهار لحد عاود نقولها له الله يرحمه اندري ناجي قال مون كونجي سي لو ديمانش به مروان خلاص لك ايضا تم التفريط في اللاعب محمد بن حمود الفريق غزل المحل المصري 50,000 دولار المبلغ معناه اللي تم التفريط به مع 10% في صورة الانتقال للاعب الفريق آخر. شنو رأيك في الصفقة هذه؟ كصفقة للملاعب والفريق. للملاعب والفريق بالنسبة للملاعب ممكن يظهر لي أحسن خيار عمله خاطر علاش إسلام نعرفوا الملاعبية نعيش وكان بالكمبيتيسيون حبوا ماذا بينا نلعبوا صحيح محمد علي بن حمودة جات بيريود في الاسبيرانس لهذا الاسبيرانس كما نقولوا ما نقولش كوحده ما عمل عمل بيريود باية مع التراجي وكان ساهم في أهداف جاء الوقت اليوم اللي كانوا رايحين باش يخرج 50,000 دولار نعرف الحقيقة ماهيش في قيمة الملاعب إذا كونترا مع تعطيه سيبوه بركة ويمشي كور 50,000 دولار للتراجي معناها 50,000 دولار شوية إسلام الحقيقة ما اليوم حتى لمصلحة الملاعب لازم سيلو مومو باش يخرج خاطر شوف راهو محمد بن عمرين بن حمودة حسب الكاليتي اللي عنده رابيد يضرب كرة بالراس ممكن حبينا نشادوه خير محمد بن حمودة كنا حتى معاملين عليه على ليكيب ناسيونال مي سيلو مومو أنا ضد الملاعب باش يقعد كما نقولوا يدفى في فريقه هاو ميخو شهرية وقعت الله غالب هذيك الكرة لازم يعمل تجربة جديدة وإن شاء الله يعود مخير مرحمود مختار الدوري المصري كأنه وجه به للملاعبية التونسي باش يعاودوا يكتشفوا رواحهم من جديد خاصة شفنا مع معتز الزدير اي معتز وسيف الدين الجزيري هذا مثال كبير معنا خروج كيفاش كان من النادي الافريقي انا باش نرجع موضوع محمد علي بن حمودة اسلام حتى على الدوري المصري راه في مثال ثاني من هيثم الجويني ان شاء الله يعمل اللي يعملوا هيثم جويني انا الحقيقه زفرت له ما نتصورش اسرع حكم في تونس ينجم وقت اللي يبدا اوناكسي لاراسيون محمد علي بن حموده بخص في سليمان غديك معناه يعمل برشا مشاكل حتى كي يدخل الزويت جوار دو كاليتي تبلوكا في الاسبيرانس ناكد لك اللي تبلوكا في الاسبيرانس ان شاء الله انا تعرف اش نتوقع مش يقعد في غزال المحل وانا مراش ورا فيه زاده في جمعيه كان ينجم يمشي للزمالك كان ينجم يمشي لكن ما نعرفش علاش انا الحقيقه الفريق اللي مشى له مانيش مقتنع اللي كونه باش شي نجم يكون سيف الدين الجزيري ما بداش في الزمالك اي بدا في طنطا وبعد مشى للاسماعيلي وبعد بعد وصل للزمالك خاطر زاده راهو ملاعب بناك في التراجي ما ينجمش باش تاخذوا الزمالك ما ينجمش بناك ومغضوب عليه ويعرفوا بون هما يشوفوا لي كاليتي تكنيك نتاعو كما كان يحكي مروان يعرفوه ملاعبي لكن يعرفوا لي هو زاده الفالور نتاعو توا القيمه التسويقيه نتاعو مش كبيره دونك خذاوه هو زاده ذكي انه قبل الاوفر باش يبدا عنده انطون دو جو اكثر باش يلعب و كيما عمل لك شفت سيف الجزيري بدا بطنطا شفتها وين ولا معناتها ما شاء الله عليه معناتها يضربوا عليه بالبنيه تو ويظن محمد علي بن حمودة تخذاه من سليمان وعاود رجع لسليمان ما نعرفش ومن بعد عاود خذته لسبيرونس حتى الديسيزيون تاع الترجي كانت فما هيزيتاسيون في كونه استنفذ في الترجي جميع الفرص سي رضا محمد علي بن حمودة ما كانش ينجم يعاون السنابة الا سي ما عادش عنده مكان في ظل وجود رودريغو كي باسوي كيف زين الدين كادا يوسف العبدلي شوف خلني انا باش نسالكم سؤال تو نجح محمد علي بن حموده في مستقبل سليمان وما نجحش في الترجي
جاوبني علاش. ليه أول عام كي جي نجح وعمل بريود بريد. أنا قلت لك علاش نجح في سليمان وما نجحش في الترجي بصفة عامة، نحكي ما نجحش بصفة عامة. الترجي أصعب من سليمان معناها. مش مسألة أصعب، أولا كلامك صحيح أصعب دابور. ضغط. والضغط أولا. وبروفيل الملاعب. شخصية شخصية الملاعبي، لكن فما حاجة لازمنا نعرفوا. فما إيكيب تلعب لوفونسيف. وفما إيكيب طيح البلوك. تلعب التاني طيح البلوك. ما يلقاش ليسباس هو. لافونسونتر عنده دور كبير هنا، بن حمود يلقى ديزيسباس وقت اللي كان في سليمان كونتر لي زوتر كلوب، وقت اللي يلعب في الاسبيرونس يل تروف با ديسباس. لا كاليتي نتاع الجوار نتاع بن حمود نتاع انجا نتاع اون ايكيب كي يجو لا كونتر اتاك وينجح. سيري ذا زيد بالحقيقه زيد جمهور الترجي ولا حتى الجماهير الكبار. خليني من الجمهور. راهو زيد كي تجيك اكسيون قدام الكاش انت وفي اونترينمون تترين ستة وما تحطهاش، زيد الجمهور راهو يستناك المره اثنين ويعطيك الفرصه فيه. انا قلت لك ما نجحش. وتغيب وتعاود ترجع. انا مثلا مش نعطيك حاجه. فما زيد انا نمر راهو بالزهر في الكوره. نمر بالزهر. قداش الزهر؟ لا لا نمر بالزهر. هيثم الجويني هاو مثال قدامي. نعملوا انا نعمل كاتريه مع سليم جديدي. سي اس اس اسبيرونس بون توافو اللي هزت به البطوله في صفاقس. معناها هيثم جويني البريمير تاكون راهو عنده كاليتي في ساقيه حاجه غريب. ما عملنا ثلاثة دقائق لعب. صار كونتاكت هو شادي الهمامي في الوسط في وسط التيران. قعد ثلاثة دقائق لعب. كي دخلوا له وخرجوه ليغامون كروازي. هذيك من الحاجات اللي قدامي صارت انا بجنبه معناها نشوف وهزوه ومشى. معناها زاده فما حاجات نتاع زهر وتلعب للجوار. راهو محمد علي بن حموده كان حط في العشرة كوزانيات اللي جاوا حد زوز بركة راهو في بالياخ. فما حاجة أخرى ماتر نحب نقول لك عليها وهذه معروفة عند النوادي الكل. جينيرالمون لي جوار إترونجي 90% نتاع النوادي نتاعنا يجيبوا أن جوار إترونجي. أنا نجيب جوار إترونجي ونعطيه في خداش فلوس في الشهر نحطه هو على البنك واللاعب محمد علي بن حمودة. راهم برشا ملاعبي جويني مثلا. أيام جويني كان نعرف في الإسبيرونس كان شكون أفون سونتر وقت؟ يعني كنيان. لا وكان ياسين الخنيسي قبله زاد. وكان ياسين ها مثلا الخنيسي. انا نعرف حاجه متر، الملاعب يفرض نفسه خويا. الملاعب يفرض نفسه على المدرب وعلى الجمهور وعلى الناس الكل. يفرض نفسه حتى عندك ملاعب اترونجي انا يلزمني يكون افضل منه. فما مدرب عندي ملاعب باهي وما لعبوش تو هذا معقول؟ ولا فما ستاتيستيك زاد يذولي الاربع جمعيات كبار معاملين على لافون سونتر اترونجي بيان سور من الكلوب للتوال فما في رشاوات في الاتوال فما حمدي العبيدي في الاتوال لكن يبدو لي ربي ستر لافون سونتر تاع الكلوب افريكان حمدي العبيدي تو يلعب هذا تو اللي ماركت بونتو كونتر يدو كيفاش كيفاش تحبوا هذا ينجح هاي فاهم نكملوا فقط ست اشواء نتاع الانترنور تجي في راس شكون في راس الملاعب التونسي فقط نكملوا بخبر يخص عوده ايمن بن محمد للمجموعه بعد الاصابه اللي كانت عرضها باش يكون موجود غدوه في المقابله ضد فريق مستقبل سليمان في ملعب قربه وايضا مكوينه بعد نزل برد كانت عرضها خلته يغيب على مقابله ديكادا يعود للتدريب على انفراد ميلاد مش مؤكد وجوده في المقابله نتاع الفريق ضد مستقبل سليمان بعد شويه باش نحكيوا على ملاعبي في ميركاتو النادي الافريقي نمشيو موزيكا وبعد نرجعوا نحكيوا اكثر تفاصيل.